مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد يتواجد بأبي الجعد وبالضبط مركب الثقافي احمد الشرقاوي في اقصائيات مهرجان عبيده طرمة الدوره 21. لا بغيتوا تستمتعوا وتتمتعوا معنا بهذه الاجواء، اجيو معنا. حنا ورثينا من البول الجد من عند قول الله يرحمه قصب الله يرحم، والكتار كانوا الناس الكبار وشي علم شي، والحمد لله كل شيء زين وهذه الاجواء مليحه، والحمد لله حي بعد علينا هذا الوباء وهذا الشيء ديال كورونا اللي دازت، وشكل شحال هذا مشينا الوجوه والحباب والاصدقاء، وهذا الجمع تنتقوتوا منه، هاد الحباب وهاد الاصدقاء تنتقوتوا منهم تا هما بحال النعمه ديال الله سبحانه وتعالى، وين الحمد لله ربي كبير وصله الرحيم تا هي، حنا شنا الحباب وشنا الوجوه وهاد الاجواء مليحه وزينه، والله يحفظنا في بعضياتنا.